كانت ولا تزال أرض الجزيرة العربية موطناً هاماً للتنوع الإحيائي، وهي مسؤولية جعلتها المملكة العربية السعودية على رأس أولوياتها في حماية مقدرات الوطن وتنميتها. العديد من المحميات الطبيعية التي تكشف عن تنوع بيئي فريد، والكثير من الكائنات الفطرية والتنوع الإحيائي، إضافة لما تتميز به من غطاء نباتي مدهش. الوضيحي أو المها العربي أحد أشهر الحيوانات المهددة بالانقراض والحاضر في الوجدان العربي القديم، كذلك طائر النعام وظبي الريم والإدمي، والتي تسعى الهيئة بجهود حثيثة وبرامج متقدمة لإنقاذها وضمان تكاثرها. تحرص الهيئة على مشاركة المواطن في الحفاظ على الحياة الفطرية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، لتستمر لأجيالنا القادمة. إن حماية مقدرات الطبيعة واجب إنساني، وحفظ ما أبدعه الله يظل أمانة حث عليها ديننا الحنيف.